فين اعمال اللي هما زعما تقريبا ان شاء الله غادي يكونوا من هنا قدام، غير ما كنعرفوا التمتيك ياخذ وقت. انا بالنسبه لي مازال ما عنديش ذاك الوقت باش غنسافر شهر شهرين نغيب على الدار، هذا هو لا كونترانت ديال التمثيل اللي عندي، ولكن ان شاء الله ملي كبروا وليداتي شويه نقدر نتفرغ لهذا الشيء ونتمنى نضيف شي حاجه زوينه لهذا الدومين هذا. كاين واحد الفيديو خدمت عليه انا وغيتا الحمامسي اللي هي مغنيه تبارك الله في المستوى وموديل معروفه بزاف، غادي يخرج قريبا هو واحد الاغنيه ديال الراي شويه ستيل لاونج شي حاجه زوينه في المستوى. وكاين بيان سور فريد غنام غادي تشوفوا في مهرجان الصويره هذا العام يوم 23 يونيو الجمعه 23 يونيو في منصه الشاطئ، مرحبا بكم. كاين الجمهور كنشكركم بزاف وكنشكر الناس اللي كيتبعوني عبر هذا المنبر هذا الغزال اللي ديما تيكون معايا، ونتمنى الكليب ديال الزين زين يعجبكم وتبارك الله عليكم.